بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. نكمل شرح الفصل السادس للثرموديناميك، هندسة الوقود الطاقة. عندنا هسه آيزوثيرمال، عنده ثبوت درجة الحرارة. عندنا يقول ستيم آت 17 بار، عندنا الضغط الأول 17 بار، قيمة الإكس 0.95، يتوسع بشكل بطيء داخل السلندر أو خلف السلندر behind بيستون. الضغط الثاني عندنا 4 بار، يعني صار عندنا الضغط الأول والضغط الثاني. احسب الوزن أو عفوا الحجم النوعي اللي هو specific volume، ودرجة الحرارة النهائية T2 of the steam when عندما يتوسع بشكل بطيء. نعطينا قد علاقة انه ال PV ثابت، بما انه ايزوثيرمال اذا T1 يساوي T2 يساوي C اللي هو ثبات. يريد specific volume و T2 من خلال هذا السؤال. نقول initial state at 17 bar and x 0.95. نروح steam table liquid and فيبر، راح نطلع الفي جي من خلالها، نطلع الفي 1 اول خطوة انتهينا من عندها. طلعنا الفي 1 بما انه عندنا علاقة بي في يساوي ثبات، اذا بي في 1 يساوي بي في 2، فراح نطلع ال V2 ال P V2 من خلال هذا القانون. نقول final state at P 4 bar P1 V1 يساوي لنا P2 V2. مجرد تعويض مباشر راح نطلع ال V2. بما انه عندنا ال V2 اكبر من V1، عفوا اكبر من ال VG، راح يكون سوبر هيتد مباشرة من ال V2. نقول T1 يساوي لنا T2 يساوي لنا 204 سيليزي، طبعا عند 17 بار، يعني تعويض بشكل مباشر. يعني نقول 17 بار من خلال جدول سوبر هيتد. خلينا نجي نشوفكم يكون افضل. عفوا مو سوبر هيتد، ساتوريتد ليكويد اند فيبر، لانه عندنا قيمة اكس فالاكس ساتوريتد. نقول 17 بار، عند 17 بار 204.3 سيليزي درجة الحرارة، هاي ساتوريتد ووتر اند ستيم، او تقول ليكويد اند فيبر ما يفرق. المثال اللي بعده، عندنا
عندنا الكتلة 1 كيلوغرام، تتوسع ايزوثيرمالي يعني ثبات درجة حرارة 40 بار، دري اند ساتشوريتد يعني اكس تساوي لنا 1. هنا هذه العبارة يعني الاكس يساوي لنا 1، البي 2 يساوي لنا 5 بار. جد فاينل جد جميع الحالات اند هيت ترانسفير هيت بامب ورك during خلال العملية during this process. هسه initial state عندنا الحالة الابتدائية 40 بار اكس يساوي لنا 1، بما انه عندنا اكس بما انه الاكس يساوي لنا 1 راح نقول هو يريد عندنا من عندنا الكيو والشغل، فاحنا ايش راح نحتاج؟ راح نحتاج الاس، نقول اس 1 يساوي لنا اس جي ويساوي لنا 6.070، تي 1 بال40 بار يساوي لنا 250.3، ونفسه هو يساوي لنا تي 2 يساوي لنا تي اس 1 اللي هو المشبع لانه عندنا ثبات درجة حرارة. هسه الانيشال فاينل ستيت عندنا 5 بار، عند ال5 بار تي ساتشوريتد يساوي لنا 151.8، اذا تي 2 اكبر من التي ساتشوريتد الثاني، فبما انه تي 2 اكبر من تي ساتشوريتد اذا سوبر هيتد ستيم، بنروح للسوبر هيتد البي 5 بار والتي عندنا 250.3 سيليزي، راح نطلع الاس 2، من خلال الاس 2 عندنا درجة الحرارة راح نطلع الكيو اللي هو يساوي لنا 300.6، بقى عندنا لازم نطلع الشغل. ثبات درجة الحرارة القانون الكيو ناقصا الدبليو يساوي لنا دلتا انترنال انرجي، فالشغل هو المطلوب والكيو طلعناه، راح نحتاج فقط الانترنال انرجي. نطلع من الانيشيال ستيت الانترنال انرجي الاول، ونطلع من الفاينل ستيت من خلال هذه القيم الانترنال انرجي الثاني، مجرد تعويض مباشر راح يطلع لنا دلتا انترنال انرجي، ومن خلالها راح نطلع الورك اللي هو يساوي لنا 177.6 كيلو جول. هسه عندنا الازنتروبيك، طبعا هو نفس الاديوباتيك بس ما اعرف ليش كاتبين ازنتروبيك وبعدها انه اديوباتيك. بالازنتروبيك الشغل يساوي لنا دلتا سالب دلتا اتش، فسالب دلتا اتش راح يساوي لنا حتى نعرف ليش صار اتش 1 ناقصا اتش 2، فسالب دلتا اتش راح يساوي لنا سالب نفتح قوس الاتش 2 ناقصا اتش 1، نضرب السالب راح يتحول يصير اتش 1 ناقصا اتش 2، لهذا صار عندنا اتش 1 ناقصا اتش 2. عندنا ستيم توربين اكسبانس ستيم خليني اشوف سؤال، يقول لك ريفرسبلي اند اديوباتيك فروم يعني ازنتروبيك فروم، عندنا 4 ميجا باسكال يعني 40 بار الضغط الاول، درجة الحرارة الاولى 300 سيليزي والثانية 50 سيليزي ات توربين اكزايت،
عندنا determine work output بير كيلوغرام، يريد من عندنا الشغل. فاحنا حتى نطلع الشغل بالايزوتروبيك لازم نطلع ال H1 وال H2. فبما انه الانيشال ستيت 300 سيليزي اذا سوبر هيتد مباشرة راح يكون الطور، راح نطلع ال H1 وال S1 بالايزنتروبيك. ال S1 يساوي لنا ال S2 يعني ثبات الانتروبي. هسه بالانيشال ستيت اللي هو 50 سيليزي راح نطلع ال HF وال SF وال HFG وال SFG من خلال انه كان ال S1 يساوي لنا ال S2 راح نطلع قيمة ال X من خلال قانون. من طلعنا قيمة ال X راح نطلع ال H2 مباشرة، تعويض مباشر WH1 ناقصا H2 راح يطلع لنا الشغل. المثال الثاني للإزنتروبيك بروسيس يقول عندنا ديوباتيك، عندنا الضغط الأول 500 كيلو باسكال يعني 5 بار 300 سيليزي. لا بما أنه 300 سيليزي أيضا نفس الحالة نعرف أنه سوبر هيتد، نا 50 كيلو باسكال يعني 0.5 بار. ديترماين ذا ورك ايضا يريد الشغل الخارج على كيلوغرام. من التوربين اند كواليتي اوف ستيم يعني ايضا يريد الاكس للستيم اللي يغادر التوربين. فالمجهول يعني عندنا الدبليو والاكس. بما انه عندنا الـ Initial State Super Heated راح نطلع الـ H1 والـ H2 عفوا الـ S1 والـ H1 بالثاني الـ Final State راح نطلع الـ S الـ SF والـ SFG والـ HF والـ HFG. بما انه ايزنتروبيك اذا ال S1 يساوي لنا ال S2 من خلال الانتروبي راح نطلع ال X نعوض ال X قانون ال H راح نطلع ال H2 وراح نطلع الشغل. اديوباتيك بروسيس Adiabatic process. عندنا steam turbine operates with isentropic efficiency. عندنا efficiency 90%، كفاءة turbine 90%، كفاءة تشغيلية. turbine handles 6 كيلو غرام بالثانية، يعني أيضا عندنا معدل تدفق كتلي m not يساوي 6 كيلو غرام على second. اوف ستيم عندنا الضغط الاول 0.98 ميجا باسكال يعني 9.8 بار. درجة حرارة الاولى 200 سيليزي، والضغط الثاني
0.294 ميجا باسكال، يعني 2.94 بار. Determine power، يريد القدرة اللي هو نفس الشغل بالقدرة الحصانية بال HP. And change entropy from inlet to exact، يعني يريد الانتروبي، التغير في الانتروبي الفعلي. احنا بالاديوباتيك عندنا ال S1 يساوي هنا ال S2، هنا ما نجي نحل نقول S1 يساوي ناقص ال S2، او عفوا ال S2 ناقص ال S1 هو يساوي لنا صفر، لا هنا راح يطلع لنا خطأ. هذا ال S2 ناقص ال S1 هذا عندما تكون حالة مثالية عندنا، بس عندما تكون حالة فعلية راح يصير S2 فتحة ناقصا S1. Initial state عندنا 9.8 بار 200 سيليزي، بما أن عندنا 200 سيليزي إذن super heated. إحنا بال steam table ما عندنا 9.8 بار، فراح شو نسوي حتى نطلع ال H1؟ راح ناخذ أقل وأكثر عند ال 200 سيليزي، يعني 10 بار 9 بار، كذلك الاتش 10 بار و 9 بار. فعمليه انتر فولجن راح نطلع الاتش 1 وكذلك الاس 1 بنفس الطريقه. اذا الاس 1 يساوي لنا الاس 2 ويساوي لنا 6.7994 كيلو جول على كيلوغرام كلفن. هسه الفاينل ستيت، فاينل ستيت هنا عندنا ات 2.9 بار ساتوريتد، اس جي راح نطلع الاس جي عند 2.9 بار يساوي لنا 7.004 كيلو جول على كيلو جرام كلفن. فال اس جي بما انه الاس 1 يساوي لنا الاس 2، هاي عندنا بالحاله المثاليه راح نقول اس جي اكبر من الاس 2. بما انه الاس جي اكبر من الاس 2 اذا ويت ريجن يعني الحالة الرطبة. بما انه الحالة الرطبة راح نطلع قيمة اكس الثانية من خلال اس 1 يساوي لنا الاس 2، راح نطلع الاس جي والاس اف والاس اف جي اللي عند 2.9 بار، راح نطلع قيمة اكس 2 اللي هي 0.9617، يعني كثرة الحل راح تتعود انه ما تكتب القيم او ما تكتب التفاصيل كاملة، يعني مباشرة يصير عندك تعويض مباشر. راح نطلع ال H2 بما انه صار عندنا قيمة X، هنا بما انه طلعنا ال H2 راح نطلع الشغل المثالي ال H1 ناقصا H2 راح يطلع لنا الشغل المثالي. عندنا الكفاءة 90%. عندنا بالاديوباتيك قانون يقول ثيرمال افشنسي يساوي لنا الشغل الفعلي اللي هو اكتشوال على الورك ايديال، فراح يكون ال W فتحة على W وهنا يساوي لنا 90، راح نطلع الشغل الفعلي. هسه بقى نطلع التغير في الانتروبي الفعلي. قبل نطلع الانتروبي مجرد نحول الى القدرة الحصانية، يعني تحويل مباشر،
انه كل واحد اتش بي يساوي لنا 0.73 54 كيلو وات. فنحول لل اتش بي. الدلتا اي تساوي لنا اس 2 فتحة، يعني الانتروب الثاني الفعلي ناقصا الانتروب الاول المثالي. فعندنا بما انه عندنا اتش 1 واتش 2 وعندنا الكفاءة الحرارية ثيرمال افشنسي، راح نطلع الاتش 2 فتحة. من خلال اتش 2 فتحة وتسعة بار راح نطلع الاتش اف والاكس 2 عندنا اصلا طلعناها، عفوا لا ما طلعناها، الاكس 2 الاتش 2 فتحة طلعناها ب 2.9 بار، راح نطلع الاتش اف ونطلع الاتش اف جي، راح نطلع الاكس 2 فتحة. من خلال اكس 2 فتحة نعوضها بنفس القانون مال الاس، يعني الاس 2 فتحة يساوي لنا اس اف فتحة زائدا اكس 2 فتحة في اس اف جي فتحة. الاس اف فتحة والاس اف جي فتحة مباشرة من الستيم تيبل نطلعها، يعني نفسها هي الاس اف لل 2.9 بار، فراح يطلع لنا الاس 2 فتحة. نعوضها دلتا اس راح يطلع لنا التغير في الانتروبي. المثال الثاني بالاديوباتيك، عندنا الضغط الاول 10 بار 350 سيليزي، اذا سوبر هيتد اكسباندد اديوباتيكي وذ ان انترنال افشنسي. الانترنال افشنسي هو نفسها الكفاءة الحرارية اللي هي الثيرمال افشنسي 85%. يقول الضغط الثاني يصير عندنا 0.08 بار اذا كان معدل تدفق، يعني الكتلة عندنا 250 كيلوغرام بالدقيقة. جد determine the work products، يعني جد الشغل الفعلي او الشغل المنتج في التوربين، يعني بما نعرف الشغل الفعلي والشغل المنتج انه هو W فتحة. فحتى نطلع ال W فتحة لازم نطلع ال W. فنقول initial state في البداية يساوي لنا 10 بار 350 سيليزي، راح نطلع ال H1 وال S1. من خلال ال S1 يساوي لنا S2، راح نطلع ال X قيمة ال X. ال final state 0.08 بار، S1 يساوي لنا S2 راح تكون أصغر من ال SG2. SG2 نطلعها من خلال ال final state الحالة الثانية 0.08 بار. بما أنه عرفنا ال S2 أصغر من ال S G2 إذن حالة الرطبة راح نطلع قيمة ال X. نطلع قيمة ال X من خلال ال S2 يساوي لنا SF2 زائد X SF G، طلع لنا قيمة ال X 0.87. نطلع ال H2 راح نقول W يساوي H1 ناقصا H2 راح تطلع لنا قيمة 894.3 كيلو جول على كيلو غرام. مباشرة عندنا القانون يساوي لنا الكفاءة الحرارية يساوي الشغل الفعلي على الشغل المثالي. نعوض راح يطلع لنا الشغل الفعلي.